نظم مجلس شباب محاكم دبي اللقاء الشبابي السابع لمجلس شباب محاكم دبي في متحف الاتحاد، وذلك للاحتفاء بالفائزين بوسام المدير العام للشباب. نتحدث عن هذا المجلس وعن هذا الوسام مع ضيفتنا مها البستكي، رئيسة وحدة التميز المؤسسي إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي. صباح الخير يا مها، منورتنا اليوم. يا اهلا وسهلا فيك. سؤال اول عندك. الصحه والعافيه. اكيد اذا بنبدا على طول، تعرفين اكثر عن مجلس شباب محاكم دبي واهم مهامه. بدايه باسم مجلس شباب محاكم دبي نشكركم على هذه الاستضافه الجميله. طبعا انسجاما مع رؤيه القياده الرشيده وجهود قياده محاكم دبي بدعم من مجلس شباب محاكم دبي في تمكين الشباب، يهدف المجلس في محاكم دبي إلى الاستفادة من الطاقات والقدرات الشبابية الموجودة في المحاكم لدعم مسيرة التنمية، أيضا إيجاد الأساليب المبتكرة لضمان المزيد من التواصل أو التفاعل الإيجابي للشباب في الدائرة وأيضا لخدمة المجتمع، كذلك مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشباب. مهام المجلس اللي تعزيز الهوية الوطنية المواطنة الصالحة لدى الشباب. أيضا يعتبر المجلس جسر للتواصل بين الموظفين والقيادة في محاكم دبي الإدارة العليا، كذلك فتح قناة اتصال جديدة مع المؤسسة الاتحادية للشباب. محاكم دبي تناقش التحديات والصعوبات اللي تواجه الشباب، ويتم أيضا إطلاق واقتراح مبادرات بشأنها. جميل جدا. طيب كيف تتماشى رؤى المجلس كذلك مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه في تمكين الشباب وتلبية متطلباتهم وتعزيز الدور القيادي لديهم كذلك؟ جميل. في مقولة ملهمة عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه عن الشباب، الله يحفظه، أن استثمارنا في الشباب هو روح نهضتنا وأساس مستقبلنا والمحرك اللي نواكب فيه التطورات من حولنا. اليوم نحن كمجلس شباب محاكم دبي نعتبر هذه المقولة مبدأنا الأساسي في إطلاق برامج نستهدف فيها الاستثمار في الشباب وطاقات الشباب ونمكن الشباب في خدمة الدائرة. جميل جدا. في مثل هذه المبادرات جميلة أن تكون، لكن شو أهميتها في إدخال الشباب في مثل هذه المبادرات، وشو الفوائد اللي بيطلعون منها أكثر شيء؟ إذا نحب نتكلم عن أهمية إشراك الشباب، إذا أنا لازم أقيس الوضع الحالي. اليوم نسبة الشباب في محاكم دبي 40% من إجمالي عدد الموظفين في الدائرة. شباب محاكم دبي اليوم هم قضاء، شباب محاكم دبي اليوم في وظائف قيادية، في وظائف إشرافية، أيضا في وظائف تخصصية مهمة جدا في عمل المحاكم. فهذا يترجم ثقة قيادة محاكم دبي ممثلة في سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي في الشباب. هذه النسبة أيضا تبين مدى المساهمة اليومية للشباب في العمل في المحاكم. خلق هذه البيئة السعيدة أو ملائمة للشباب وأيضا الاستماع إلى الشباب ساهم بشكل كبير في رفع نسبة سعادة الموظفين الشباب في محاكم دبي. أيضا ساهم وساعد اليوم شباب محاكم دبي على الإبداع والابتكار والتميز. من الجميل أن نذكر أن دائرة محاكم دبي تعتبر الدائرة الوحيدة اللي فازت بفئة أسعد بيئة عمل على المرتين على التوالي في جائزة دبي الأداء الحكومي المتميز على مستوى الحكومة. وكمجلس شباب نعتبر أيضا أن الاستماع إلى الشباب ورفع نسبة سعادتهم أحد العوامل الرئيسية اللي ساهمت في الفوز بهذه الفئة، بالإضافة طبعا إلى العوامل الثانية. شباب محاكم دبي اليوم فيهم نسبة إبداع، فيهم مهارات وكفاءات جدا عالية في سلسلة من المبادرات، سلسلة من الشراكات تمت بجهود من الشباب بمهارات الشباب مثل قانون الطفل المصور وديمة، اللعبة التفاعلية لقانون الطفل المصور وديمة، مستقبل المحاكم بعيون الأطفال، وطبعا غيرها من المبادرات. تحفيز الشباب للعطاء ولاستشراف مستقبل المحاكم والخدمات اللي ممكن أنها تقدم المحاكم في المستقبل، الانعكاس في النهاية بتعدى محاكم دبي وبيساهم في تعزيز سمعة إمارة دبي وسمعة الدولة. بالتأكيد. وكان هناك كذلك الملتقى الشبابي السابع اللي نظمتوه. صحيح. وكان هناك تقديم أوسمة وتقديم جوائز، خبرينا عن هذا الموضوع. طبعا في أحد اللقاءات الشبابية في بداية السنة كان في إكسبو 2020 بالتحديد،
سوينا لقاء شبابي في اكسبو. اطلقنا في اللقاء الشبابي وسام المدير العام للشباب. وسام المدير العام للشباب عبارة عن جائزة، الجائزة لها فئتين، بما أن اليوم الموظفين في المحاكم من الهيئة القضائية اللي هم سعادة القضاء، ومن الهيئة الإدارية اللي هم الموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية. فالفئة الأولى هي فئة القاضي الشاب المتميز، والفئة الثانية الموظف الشاب المتميز. للجائزة 5 معايير، تهدف الجائزة إلى تمكين وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الريادة والتميز، أيضا تقدير الجهود الاستثنائية اللي يقدمونها اليوم الشباب في محاكم دبي، أيضا تقدير جهود المحاكم في نشر مفاهيم التميز المؤسسي، وتؤهل أيضا ترشح الشباب لمختلف الجوائز المحلية والعالمية. هذه البيئة التنافسية أيضا تشجع الشباب اليوم على الابتكار، أيضا تعزز انتمائهم المؤسسي ورفع نسبة سعادتهم. في ختام الدورة الأولى تم عمل احتفالية أيضا في متحف الاتحاد بحضور سعادة المدير العام، وتم تكريم الفائزين. بعد حلو نذكر أن المجلس مو بس أطلق، أيضا ساهم في تدريب المرشحين. تم تقريبا تقديم 70 ساعة تدريبية لتدريب المرشحين على المعايير، لتدريبهم على كيفية كتابة طلبات الترشح والسرد القصصي. جدا. ما شاء الله اليوم استغليتوه بشكل جيد، يعني مو بس وزعوا أوسمة وغيره، لكن استغليتوه أيضا في مبادرة أيضا مسيرة وطن. صح. سويتوا مسابقة مسيرة وطن، كيف خطوا هذه المبادرة وكيف الإقبال عليها أيضا؟ طبعا نفس ما قلت لك أخوي، نحن في مجلس الشباب عندنا سلسلة من اللقاءات الشبابية. في كل لقاء شبابي كنا نختار مواقع مختلفة حسب أجندة اللقاء اللي محددينها. اللقاء اللي تم في متحف الاتحاد، طبعا بعد اللقاءات الشبابية كانت بعضها بتواجد متخذي القرار، وبعض اللقاءات الشبابية كنا نحرص أنها تكون خلوة شبابية 100%. وفي محور أساسي في لقاءاتنا الشبابية اللي هو الحوار المفتوح أو الحلقة النقاشية. الهدف منا أنه توسيع المعرفة الفكرية اليوم عند موظفينا الشباب، نقل المعرفة بين الموظفين. اليوم موظفينا من فئات وظيفية مختلفة، موظفينا أيضا من مباني مختلفة، وحدات تنظيمية مختلفة، مهارات مختلفة، تخصصات قضائية مختلفة. فننجمعهم في مكان واحد، نستمع إلى آرائهم، بيساعد أن اليوم تكون عندنا بيئة محفزة للشباب، بيئة ملائمة للشباب. نرجع للمسابقة، آخر لقاء شبابي كان في نوفمبر، اللقاء كان في متحف الاتحاد، طبعا احتفالا باليوم الوطني الإماراتي تم عمل مسابقة مسيرة وطن. المسابقة هاي أن الحضور من فئة الشباب تم توزيعهم على مجموعات، والمجموعات عليهم الانتقال في أرجاء المتحف لحل المسابقة. هني عززنا القيم الإماراتية، ذكرنا الشباب بتاريخ الدولة، إنجازات الدولة، تطلعات المستقبلية أيضا للدولة. أيضا اشتغلنا على جوانب أخرى في تمكين الشباب، كل فريق كان له قائد، فرصة القيادة، مهارة البحث، مهارة التخطيط، إدارة الوقت، تحمل المسؤولية، والتعاون أيضا والتواصل الفعال بين الفريق الواحد. جميل جدا. طبعا يعني جهودكم واهتمامكم بالشباب شيء تشكرون عليه. شكرا لك على وجودك معنا في برنامج دبي اليوم. مها البستكي طبعا رئيس وحدة التميز المؤسسي إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، شكرا جزيلا لك.